السلام عليكم، الاسم ديالي محمد شباب، ناشط فيسبوكي مدون. كنكتب منشورات عاديه كنتاقد فيها بعض الجماعات المحليه سواء القرويه او جماعات حضريه. كنت كتبت في الصفحه ديالي واحد المنشور خاص على جماعه المناصره. من بعد دخل عندي الابن ديال رئيس الجماعه وهددني فوكالات، يعني هددني واحد التهديد، ومن بعد انه دار صيفط لي السب والقذف والتهديد بالاختطاف والاحتجاز في ضيعتين فلاحيتين تابعتين للمسمى، عنده شي طوموبيل ميتشي على حساب القول ديالو، وكذلك فويحه، وانا لا ادري من هو فويحه، هو لقب لشخص ما كنعرفوش. قلت ماسك معروف ونشيك من قابات وكان تلاقى، قالوا لي دعا معاق، قالوا لي محرش. قلت ماسك عمرش ايدك بالشر، قلت ماسك ايدك بالخير، الا بغيتي شي حاجه مرحبا، ولكن باش ايدي بالشر اوهو. حنا ما كنسرقو قياده ما تا شي حاجه، حنا انت عارفنا خير من بدراعنا. اش كتقول لي قلبتي عليا؟ بغيت 18 عام شفار، فهمتي؟ 18 عام هاود مسكه لها تصوتو بالكرسي، لما بين لكش ما تقولي السلام عليكم. قلت مسكه معروف دور معاكو، قلت لك مزيان قام قبل الجماعة. احنا ما شفارة ما تاق، احنا خدم بذراعنا ولاد مسكة معروفا. انت لك راجل بين عندي غدا كنكون في القهوة ديال السمير، مرحبا. احنا ما كنسرقو لا جماعة لا تانا مي بو، يلا حط كرسي، يلا حط كرسي. ليش كضل تكتب انت؟ غنجي غندير امك في خنشة، اقسم لك بالله تندير امك في خنشة ونسد عليك. احنا ما شفارة ما تاق. بالاضافة انني رفعت شكايه حطيتها عند المحامي ديالي، من بعد ما فرغت الفوكالات او الاوديوات او التسجيلات الصوتيه اللي كان اللي توصلت بها في الفيسبوك، فرغتها وفواحد السي دي ووضعتها لدى المحامي وعطيته المعطيات الكافيه باش يرفع دعوى قضائيه اللي غادي تكون امام السيد وكيل الملك غدا ان شاء الله صباحا. بالنسبه لي انايا كان جيت لجريده الفجر المغربيه اولا حمايه لنفسي. علاش؟ لان هاد الناس هادو معروف بان ملي كنسمعوا حنا رئيس جماعه قرويه فتنعرفوا بان رئيس الجماعه القرويه كتكون اليد ديالو طويله، وكم واي تهديد ممكن يكون ممكن يستعمله. بالاضافه انني كنت نكتب، يعني شحال وانا كنت نكتب الراي ديالي في جرائد مغربيه من بينها جريده الاسبوع الصحفي وكذلك جريده المساء. من بعد ما عمري ما لقيت شي حاجه كيف حالي لقيتها دابا، وما عمري ما لقيت التهديدات هذه اللي لقيتها دابا من طرف هذا الشخص هذا. الاسم ديال هذا الشخص هذا ابن السيد مصطفى الكعبوشي رئيس جماعه المناصره. انا اخرج في لقاء اخر في جريدة الفجر المغربية التي أشكرها كثير الشكر لأنها تقف دائما مع الناس الضعفاء. وأحيطكم علما أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنني بالفعل شخص معاق، وهذا السيد هذا كان قال لي بأنك أنت غير معوق، التسجيلات الصوتية غادي ترفق بهذا التسجيل إن شاء الله، فيه بأن تمييز وسب وقذف وبكلمات نابية بالإضافة إلى التهديد وكذلك الاختطاف، تهديد بالاختطاف والاحتجاز، وشكرا.